Alors, coucou tout le monde. Suis à établir les nombres de vie. صحة رمضانكم encore une fois. J'espère que راكم كامل لاباس. نصومو إن شاء الله بالصحة ونحنا مالغري كيما نقولو الوضعية الحالية. إن شاء الله فوق ربي يبعد علينا هاد الوباء ونولو كامل حياتنا. مس الخير. أنا لاباس الحمد لله. وانتوما؟ ألوغ نيزيتي با تبارطاجيو اللايف هاكا. باش يطلعو لنا شوية نمرة دو في باش نقدر نبدا. كوكو كنزة. دونك جو فيسيي نشوف لي كيسيون تاعكم اي ريبوندر اون ميم طون وندير الوصفة تاع اليوم. فكاين وصفة اليوم حنشوفوها سريعة وعلى بالي بلي راح تعجبكم وراح تعاودوها ان شاء الله. دونك بارطاجي لو لايف باش يطلع لنا. صباح الانوار على احلى شاف يسلمك. صحة رمضانك. دونك صافي لونطون كاين بزاف طلبات حبوا نديرو يعني ندير ان لايف ومع ضيق الوقت مع الخدمه اي تو سا سيتي با ايفيدون. دونك ان شاء الله حنبداو اليوم. دونك سعفوني بوك سي لو بروميي لايف. يسلمك. الوغ فو بارطاجي لو لايف بولك. يسلمك ميرسي كنزة. بونجور ماما. ماما تاني كاهي تشوف معاكم لو لايف. يسلمك ميرسي. ولا رانا لاباس الحمد لله. يسلمك ميرسي. راني نسيه نقرا اون ميم طون. الوغ فو بارطاجي برك لو لايف باش نقدروا نبداو باش يعني كل مود يقدر يتبع معايا من الاول للاخر. الوغ واش راح نديروا اليوم؟ الوغ اليوم راح نديروا ان كلاص بالفراوله. بيان سور تقدروا ديروا ان اوتر فروي يعني فاكهه واحده اخرى تكون ديسبونيبل عندكم. هاد لا كلاص راح تكون فريمون فريمون يعني رابيد سريعه. وشنو عندكم حاجه لازم توجدوهم من قبل؟ البارح راني مديت لكم لا ليست اللي حابه دير معايا في نفس الوقت الوصفه. الوغ لا كلاص هادي على فريز راح يكون فيها لي فريز. البارح درتهم في الكونجيلاتور قطعتهم ودرتهم دون ان بول وحطيتهم في الكونجيلاتور. دونك ابوبخي 400 غرام تاع الفراوله لهاد الوصفه. نحتاجو تانيك كريمه طازجه 120 مليلتر ونسحقو حليب مركز محلى يعني لو لي كونسونطري سكري نسحقو 100 غرام. الوغ البونص تاع اليوم شنو هو؟ ولا ما عندكمش كريمه طازجه في البيت وما عندكمش لو لي كونسونطري سكري نوريكم كيفاش تقدروا تخدموهم في البيت. وبهذيك يعني واش تخدموا بالبيت تقدروا ديروا لا كلاص. انا غادي نشوف شويه لي كيسيون. يسلمك صحه رمضانك ولا لاباس الحمد لله. الوغ نبداو قبل بلو لي كونسونطري سكري. الوغ واش تحتاجوا؟ هنا عندي 4 لتر تاع حليب يعني 250 مليلتر تاع الحليب درتو في لا كاسرول. وعندي 100 غرام تاع السكر ا بو بري كاس موان دو دوا ا بو بري. دونك ندير السكر مع الحليب وراح نزيد لافاني. ولا عندكم لافاني ليكيد هي خير باسكو راح تمد واحد اللون الحليب المركز المحلى يجي بيج. دونك هذاك باش يشبه لي نشريوه برا. الوغ راح نشعل عليه النار نخلي هاد الحليب والسكر يغليو ومن بعد نقص النار ونقعد نعس في لاكاسرول ديالي. بيان سور تقدروا ديروها ومن طون راك ديروا حاجه واحده اخرى. لازم هذاك الحليب يبقى سي فابوري يعني البخار هذاك يروح كامل وراح يتعقد ابوبري واحد نص ساعه. بون سا ديبون كميه ولا درتو كميه صغيره تقدروا يعني تكون رابيدمون تقدروا توجدوا لو لي كونسونطري سكري ديالكم وما تشوفش برا. ولي ميه ولا غير خير من اللي يتباع برا الي با ترو سكري وتقدروا تتحكموا في كميه السكر سورتو الناس اللي يعني يطلبوا مني وصفات ما يكونش بزاف فيها السكر. على بسم الله نخليه يغلي نحرك شويه
نغسلو مينيمم ونقعد نحرك من داك هكا نروح نولي. نتوما راكو طيبو في الشوربه تاعكم راكو ديرو في التوازه راكو ديرو في كاش حاجه اي اون ميم طون راكو تبجو في لي كونسونطري سو لي. الوغ نشوف برك لي كومونتير سي بولي بول يسلمك ميرسي سلام بسمة بناتي يحبوك يستيك سالي عليهم بزاف بزاف الو رانا نديرو في اون كلاص ميزون نخدموها في الدار والمكونات تاعها فيها ثلاثه مكونات منها لو لي كونسونطري سكري ولا كريم فريش ولو لي كونسونطري سكري ولا كريم فريش راح نخدموهم تانيك في البيت هكذا باش يكون 100% ناتشورال يعني ما فيهاش ماده حافظه ما فيهاش ملون وعلى بالنا واش درنا على الانتيريور. اوكي يسمك دو لا تونيزي خيار الناس الحرم تاعكم. الو درنا هنا نعاود لكم الحليب مع السكر دونك 4 لتر حليب 100 غرام تاع السكر نخليوه يغلي دوكا نديرو لا كريم فريش. الوغ نقدروا نديرو لا كريم فريش في الدار. بون لا روزيت هادي ما نقدرش نطلعوها ان كريم فويتي ولا كريم شانتيي مي تسلك بزاف سورتو كو على بالي كاين دي فوا دي جون يشوفوا روزيت فيها لا كريم فريش لي زاب ديريكتومون سوا باسكو بون ما عندهمش امكانيات باش يشريوها ولا باسكو ما عندهمش في البيت وسورتو دوكا مع الحجر الصحي اون ايفيت بزاف نخرجوا برا. الوغ واش تحقوا تحقوا هنا عندي لو بلاندر ولا تقدروا تستعملوا لو روبو ولا حبيتوا لو برا ميكسور فيها ثلاثه مكونات وانا بالي عندكم كامل في البيت داكوغ. الوغ عندي هنا كاس حليب. الوغ هنا عندي الحليب دومي اكريمي ما ديروش لو لي اونتي اوكي باسكو فيه بزاف ماده دسمه وما راحش تخرج لكم لا كريم فريش دونك نحط الحليب كاس في نفس الكاس راح ندير كاس ونص تاع الزيت ولا حبيتوها شويه ثقيله تقدروا ديروا زوج كيسان تاع الزيت ونزيد قرصه تاع الملح هذا واش كاين كاس حليب كاس سيتو فوالا سمحوا لي برك على الصوت تاع تاع البلندر دونك جو في ميكسي كلك سكوند برك ودوك تشوف كيفاش حق واش راح نحسوا الحليب تاعي راه غلا نقصلو مينيموم ونخليه يعقد لي نزيد عبك شويه نوريلكم بك لا تيكستور هنا الي ان بو ليكيد حبيتوها بلوز ايباس يعني حبيتها هكا باش ما تجيش بزاف غراس لا غلاس ديالي تقدروا ديروا زوج كيسان تاع زيت باش تكون بلوز ايباس تقدروا طيبوا بها ان غراتان ديروا بها ان غاناش واش حبيتوا. اوكي دونك هنا سي بون راهي واجده نوزن برك الكميه اللي نسحقها فوق لا غلاس نسحق 120 مليلتر فوالا هادي دوك نحطها في الثلاجة دونك تحصلوا على لا كريم ليكيد ديالكم. سمحوا لي برك يا اون كوبور دو تاع لا كونيكسيون دونك سا سي كوبي
سمحوا لي فريمون ديزولي. الوغ الحليب راهو يعقد، لا كريم هو جدا. وانا بيان سور وجدت لو لي كونسونطري من قبل خليته يبرد. دونك هنا نعاود لكم برك المقادير، عندي 120 مليلتر تاع لا كريم فريش اللي خدمتها كما قلنا، كاس تاع حليب، كاس ونص تاع زيت، قرصه تاع ملح جي ميكسي. لو لي كونسونطري سكري عندي 100 غرام، وراح نحتاج 400 غرام تاع فراوله قطعتها ودرتها في الكونجيلاتور، سي بيان بيان كونجلي. يسلمك، ميرسي ميرسي حياه، يتوحشك الخير ليندا، ميرسي سي جونتي. صح رمضانكم كامل اللي جاو دوكا. دونك رانا نديرو اون كلاس ميزون بالفراوله بثلاثه مكونات، والمكونات هذوك اللي راح نستعملوهم درناهم تانيك في البيت. يسلمك، جربوها لا كريم فريش، ماذا بيا تبعثوا لي من بعد ولا نجحت لكم ولا. صح رمضانكم كامل. دونك نعاود لكم، لا جيتو دوكا درنا لو لي كونسونطري سكري راح يعقد، نخليها كنار تكون دافيه ونقعد نحبك من داك عليه. دونك درت فيه الحليب والسكر. دو فاصون غير تخلص لا فيديو راح نحط لكم الوصفات باللغتين في لي باج ديالي فيسبوك، دونك يا با بروبليم، حاجه ما حطرح لكم ان شاء الله. الو درنا لا كريم فريش لو لي كونسونطري سكري. دوكا راح نبداو لا غلاس. ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدرني، ولا غير سان في بليزير. على شاكفوا كنت نقول ندير لي لايف مع الخدمه وكامل، سيتي با ايفيدون، وسورتو كنت نوجد في مشروع تاع المدرسه، سورتو دوكا كي راهم مغلوقين المدرستين، كنا نوجدو في مشروع حتشوفوه بيانتو، دونك هضرنا ديجا عليه. راح يكون عندنا سيت ويب وين تقدروا تشوفوا فيه وصفات، دي فيديو تقدروا تتعلموا عبر الانترنت. دونك ان شاء الله بون اون فوا بار سيمين ان شاء الله تكون، ولا قدرت بلوس نقدر ندير لكم بلوس ان شاء الله. دونك عاودوا بارطاجيو برك لو لايف باش اللي كانوا معنا يقدروا يتبعوا، كان عندي ام تي سوسي دو كونيكسيون. الوغ دونك عندي لو غوغو، نجيب الفراوله من لو كونجيلاتور، كيما راكم تشوفوا الي كونجلي. دونك سي بيان باسكو دي فوا مين داك يكون عندنا لي فريز كيكون بكيت كون رخيصه و فوالا كون حتفسد ولا نقولوا ما علاش نديروا بها. دونك ديروها في الكونجيلاتور، ديروا ان ساك وشنو وزنوها على بوس باش على بالكم اكزاكتومون واش عندكم كميه. الوغ سلام ختي تعيشي المدرسه تاعك. الوغ المدرسه تاعي جايه في رويبا، مدرستين جايين في رويبا، حلينا مدرسه ثانيه عندنا واحد شهرين هكاك. دونك وشنو للاسف راهم مغلوقين بوغ لو مومون، ولهذا رانا نوجدوا دي فيديو باش تقدروا تتبعوا دي كوف اون لين عبر الانترنت، يعني عن بعد. كاين شويه غوتار لي ظروف تاع الكورونا فيروس بيان سور، بصح راح يكون بيانتو ما نبقاش بزاف، راح تشوفوا يعني هذا المشروع ان شاء الله. الوغ لا كريم فريش تاع بوتاي، دونك وي ديري لا كريم ليكيد، ميم لا كريم اي بس تجي. برك انا اليوم وريت لكم كيفاش تقدروا تخدموا لا كريم فريش على ميزون. دونك غير وي لو وي سي نسلي فوالا راه لاباس الحمد لله. دونك تقدروا تخدموها في البيت، ولا ما حبيتوش تخدموا عندكم لا كريم فريش على ميزون تقدروا تستعملوها. اوكي يتوحشك الخير. هنايا متبين هادي سيتينا لاف، حنا تاني كل غلطه تاعهم هنا في المدرسه راهي فرها فريمون. مي واش نديرو، ما كاش كيما الصحه، نصبروا شويه ان شاء الله، ويعني فو ريسبكتي هذا الحجر الصحي ويجوز علينا بخير ان شاء الله. فوالا الوغ نكملو دوكا الوصفه. دونك هنا قلت لكم 400 غرام تاع فراوله كونجلي، تقدروا ديروا تعوضوا بفاكهه واحده اخرى. شنو قطعوها دي بتي مورسو باش تعاونوا لو ميكسور تاعكم، سورتو الا ما عندكمش ان ميكسور يكون صحيح. ما فهمتش سيهام، عاودي لي لا كاسيون ديالك. انا ورينا لا كريم فريش، هاي ليك لا كريم فريش، قلت لكم درتها ان بو ليكيد
سي اون كريم ليكيد، انا حبيتيها شويه ايباس باش ديريها في غراتان، ولا ديري كيلو حليب زوج كيلو تاع زيت. يسلمك، تحشك الخير. وي حليب كونسونتري نسلي ماشي كراميل. اوكي، مي نتوما تقدروا تخدموه في البيت قلت لكم. دونك هنا عندنا درنا الحليب والسكر، وغير تخلص لا فيديو نحط لكم الوصفات بالتفاصيل في الصفحه ديالي. يسلمك، ميرسي ام هشام، يسجيك. الو نحط عليا بك دقيقه. سلام عليكم. الو نحط لا كريم مع لا فريز. Donc, il y a de la glace maison, de la sorbetière. On n'a pas besoin de sorbetière. Ou si on les met trois de fil, la jarre à quel ouah, soit yas, soit yas. Bref, le congélateur. Bref, le négatif. Nzidou Nestlé. Après, je réponds les questions des machines. Je vais me faire des bruits. ونزيدو شويه تاع لافاني. فوالا ودوكا جو في ميكسي. الوغ نشوف برك كلكو كيستيون. الوغ لا كريم فريش، كاس حليب، كاس ونص تاع زيت، ولا حتى زوج كيسان. ولا حبيتيها ليكيد ديري كاس ونص، ولا حبيتيها ايباس ديري زوج كيسان. يسلمك، الكب كيك ما ينجحوليش. نقدر نبعث لكم ولا لا كونيكسيون شويه. الوغ اسمحوا لي برك على لو بروي، حبيت نقص شويه الفوليوم تاع التليفون باسكو راح يدير شويه لو بروي باسكو راهم كونجلي. دونك سا فا ميكسي مع لا كريم فريش و لو لي كونسونتري سكري. اوكي على لو برويا، قلت لكم نقص شويه الفوليوم. الوغ لي تجاوبوا دوكا رانا نديروا اون غلاس ميزون. غير تخلص لا فيديو نعاود نحط كامل الوصفه اون ديتاي في لاباج فيسبوك تاع زين ميدا، ولا تعاودوا تشوفوا لا فيديو. دونك نكمل، بقاو كالكو مورسو دوك سا ميكس بيان.
هاك نزيد نحرك بقاو كالكو بتي مورسو. شوفوا شوفوا اللون تاع الشباب، ما درنا حتى ملون ولا لا تيكستور تاعها. لو لي كونسونطري راه يعقد، دونك الكميه درت لكم جوست شويه باش يعقدنا رابيدمون ان شاء الله قبل ما نكمل هذا لو لايف باش تشوفوا لا تيكستور ديالو. الوغ لي زانغريديون الوصفه جوست يخلص هذا لو لايف نعاود نحط لكم كامل واش درت. اوكي دونك درنا اون غلاس ميزون، ثلاثة مكونات، وهاد المكونات شفنا كيفاش نقدروا نخدموهم في البيت. دونك درنا لا كريم فريش ودرنا لو لي كونسونطري سوكري. alors je vais débarrasser celui-là, faire celui-là là. Voilà. Donc هاد لا كريم تقدروا تحطوها دون اون بواط علبه اون بلاستيك تكون ريكتانغولار ولا امول كيما انا هنا عندي امول تاع كيك نحطها على الانتيريور. ديجا راهي غلاسي هنايا، عندها لا تيكستور شغل كيما تاع ان سموثي يكون شويه ثقيل. جيسبر فريمون راح تجربوها وبعثونا لي فوتو. بعد جو في فير ان بوست وين نحط لكم الوصفه اون ديتاي، وكاين عده وصفات تاع لي كلاص هكذايا. ان شاء الله ولا قدرني ربي راح نشاركهم معكم، سورتو دوكا بدات سخانه ماذا بينا يعني في السهره ناكلو حاجه تكون بارده. تقدروا تعاودوا تشوفوا لا فيديو هادية غير نكمل في لاباج، ما كاش مشكل. ما لحقتيش على لا غوسيت شوفي عاودتها ديجا بلوزيغ فوا، غير تخلص لا فيديو هادي راح تلقايها مكتوبه، وزيدي عاودي شوفي لو لاف ديالي باش تشوفي كيفاش درت. نحط لا كلاص في لو مول تاع لو كيك، ما بيش ولا راكو تشوفوا فيا. دونك بيان سور هاد لا كلاص تقدروا اوليو ديروها في مولا كيك حكموا باغ اكزومبل باغ اكزومبل مول تاع سيليكون، مثلا مول تاع سيليكون تكونوا درتو دوبتو فيها شوكولا باغ اكزومبل فيجيكا ولا باتا كلاسي بالبانسو مسحوها لا جوج خطرات ومن بعد رميو هذيك لاكلاس لداخل حطوها في الكونجيلاتور. ماذا كون فوزالي لا ديمولي ديروها باغ اكزومبل في طبسي هكا كوم ان ديسير على لاسيت باغ اكزومبل. دونك افكار كاين عدة افكار، جوست ديروا هاد الوصفة تاع لاكلاس وتقدروا تبدعوا فيها. فوالا دونك هذه كميه صغيره، نتوما تقدروا ديروا كيلو على مره. وشنو ننصحكم انكم تقطعوا لي فريز اون بوتي مورسو باش فريمون تجي سهله على لو روبو ديالكم. الوغ
لو لي كونسونطري ما تخليوهش بزاف 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 يعقد سينو بعدا كي يبرد انا جو بونس ديجا سي بون نصفيه برك كي يبرد لكم يجيكم بزاف يابس ما يجيش ليكيد كيما لو لي كونسونطري سكري لي تبع بابا الو جي راتي ما تقلقيش روحك عاودي شوفي مع دار لايف ونحط الوصفه ان شاء الله وي تقدري تعاودي الفراوله بفاكهه واحده اخرى ما كاش مشكل راه نوري لكم برك دقيقه لو لي كونسونطري كيفاش تعرفوا بلي سي بون اون فيت لازم يولي اللون تاعو باج ميم ما كنت تحسوه ماشي عاقد بزاف معليش نحيوه من النار باسكو لو كان يزيد يعقد اكثر راح يجيكم بزاف يابس فوالا لا غلاس هاي ليك هنايا راني ندير فيها فلومول ومن بعد نقدر من غير فاوله عندكم لا كويير ا غلاس تزينوا بها ولا الفكره اللي قلت لكم ولا الفكره اللي قلت لكم عليها تحطوا في المول تاع السيليكون ميم اللي حبيتوش ديروا شوكولا من الداخل تقدروا ديروا مباشره من بعد تجيكم سهله بور دي مولي ولا ما عندكمش هذيك لا كويير ا غلاس الوغ لي بونوس مازال كاين ام تي بونوس حنديروه مع بعض دونك درنا لو لي كونسونطري درنا لا كنافه درنا لا غلاس وهاد لا غلاس واش رايكم نخدموا لها لي بيتي غوغلي نحطوها لداخل باش ناكلو مع لا بلاصه تاع الكورني الوغ شوفوا مع بعض كيفاش نقدروا نخدموا هادي انا شكون حابه الوصفه باستيك وي تقدري ديري لا باستيك كامل لي فوي تقدروا ديروهم ما كاش مشكل الحليب مركز ومن بعد نحط لكم الوصفه دونك نكملوا برك لا غلاس نشوفوا مع بعض كيفاش نقدروا نخدموا هاد لي كوفريت هادوما سي تا كيما نقولوا ان بول خدمتو حوات مغلوقين ما كاش لي كورنيا كي تمشي هي ان كورني دو غلاس دونك تقدري تخدمي في الدار اوكي انا دوك نشوفوا هاد الوصفه رابيد وتشوفوا ثاني المكونات عندكم كامل في البيت وخاصه انكم تقدروا تخدموا من دي بتي غولي هكايا الدراري يقدروا ياكلوهم والناس اللي جامي ما على بالهم واش يقدروا يديروا بياض بيض الو هاد لافونسات على بالي تعجبكم نطفي على الحليب هذا خليه شويه يبرد ما تحتشوفوا لا تيكستور ديالو دونك لو مولا كيك انا هنا عندي ان سورجيلاتور دونك سي ان كونجيلاتور رابيد نسي نحطو لداخل ونشوف كيسكو سا دون اسكو تم تم يتكونجا باش نوريكم لا تيكستور سينو عندي في الكونجيلاتور اللي وجدتو البارح كون جي بري دي فوتو اوكي جو ريفيان تري رابيد نشوفو مع بعض لي كوك هادوك تاع لا غلاس وخاصة لي على بالوش باش يدير بياض بيض الوغ جو سوغ لا فيديو يسلمك ميرسي سي جونتي بارطاجي برك لو لايف باش يكونو ناس وحدوخرين بالك يحبو يستفادو من هاد الوصفة نسحقو ربع مكونات ونزيدو لافاني باش نديرو هاد واش رايكم عبالي شهيتكم اليوم اسمحوا لي عندي بياض بيض واحد اوكي درتو هنا في البول نزيد زوج مغارف تاع السكر ابري بري يكونوا معمرين السكر دائما تقدروا تنقصوا الوا ما كاش مشكل اوكي نحرك مي ماشي زعما جو في بلونشيغ ولا ما نبيضوش نخلط برك جو في جوست ميلونجي هكا ابان برك نزيد الفرينه نقدروا نقولوا ثلاث زوج مغارف معمرين ولا زوج مغارف كبار دو كويارا سوب معمرين ولا ثلاثه مغارف ما يكونوش معمرين بزاف نزيد نخلط نزيد شويه تاع لافاني باش ما يكونش هذيك الريحه تاع البيض وهنا عندي مغرفه كبيره معمره تاع لا مارغارين نسخنها شويه في الميكرووند ولا حبيتو تسخنوها في كاسرونه نحطو
ديالي سخنته على 180 درجه فوالا لا مارغارين سخنتها دونك سخنت شويه زياده نشوف لي كيسيون ديالكم لو طون تبرد ميم لي فريز فيهم الماء كيما الدلاع كيف كيف ابري سا ريست دي تيكستور واش نقول لك سيدها بلا باستيك نو مي جو سي كو تجي مليحه هي ان فيت سا ديبون كيفاش لا غلاس تاعك كيفاش تحبيها اسكو تحبيها اونكتوز اسكو تحبيها شغل بيان غلاسي تجي طريه شويه دونك سا ديبون كيفاش تخرجيها في من الكونجيلاتور تاكليها تمتم غير تخرج من الكونجيلاتور ولا تخليها ان تي بو اي بيان سور ماشي كيما لا كريم تاع لا ماشين ولا سي سور مي حنا في البيت يعني نحبوا نفرحوا ولادنا ولا فامي كامل حبه بياض بيض وحده قلت لكم غير تخلص لا فيديو نروح تمتم جو فيو زيكري كامل المقادير ما كاش مشكل ريما كوكو كيفاش راكي لاباس تاع بتيت في لاباس سكر اه درت سكر دونك درت زوج مغارف سكر معمرين تقدروا تنقصوا درت ثلاث مغارف ماشي معمرين بزاف تاع فارينه ومغرفه معمره كبيره تاع مارغارين الوغ لا مارغارين تكون دايبه بصح ماشي بزاف بزاف سخونه باش ما طيبناش هذاك بياض بيض ان شاء الله شوفوا على الوصفات بالعربيه كاين بزاف اللي بون داروا لي انتقادات على هذا الشيء والله والله ما عندي الوقت بزاف سورتو كون يعني ما غاديش نحط برك نرمي اون غوسيت هكا نحطها جلا تراجوي في جوجل ترانسليت ولا ما تجيش بيان وكم عندي بزاف وصفات توعي كامل مكتوبين اون فرونسي في البيسي دونك ولا غير ماشي ايفيدون باش نحط لكم كامل وصفات بالعربيه مي يعني نوعدكم جو في فير مون بوسيبل ان شاء الله الوغ راح لي اللايف ما تقلقيش روحك تقدري تعاودي تشوفي لا فيديو وان شاء الله راح تشوفي الوصفه Alors, on a une glace maison, on a la crème fraîche maison, le lait concentré sucré maison, ou donc on a déroulé les bols pour mettre la glace dedans. Il se moque, merci. J'aime bien que la glace soit bien onctueuse. Eh, tout le monde qui veut chier, bon, on va le commencer qui m'a la glace, la vraie glace. Mais voilà, c'est le kiff d'art, surtout faire un dan ou un habou haja berda. وجربوها ماذا بيا تجربوها وتبعتوا لي تعليقات تاعكم انتو اللي عندها اقتراح بوركوا با الو نكملوا دوكا قلت لكم حطينا بياض بيض السكر فارينا خلطنا جوست ان تي بو ودوكا نزيد لا مارغارين دوك نجيب التليفون تشوفوا لا تيكستور وما حركش بزاف يعني جي جوست ميلونجي نجيب التليفون باش تشوفو دونك فوالا شوفوا لا تيكستور كيفاش راهي فوالا جايه شويه ثقيله مي ماشي خفيفه بزاف نصفيه كاين بزاف يحبوا ياكلوا لو لي كونسونطري هدايا افيك تارتيني في ان كيك ولا ماما كانت تحكي لي دايما بلي زمان كانوا ياكلوا داخل الخبز
Alors, chauffe-eau. Bien sûr, راهو سخون سي بور سا راه شويه جاري مي غير يبرد شويه يتقال وعندو لا جولي كولور كيما لو لي كونسونطري سي كريلي تبع بعضها فوالا دونك نخليه تكوتي دوكا قلت لكم الفرن سخنتو 180 نجيب اون بلاك الوغ هنا بزاف واش بركه عليا مي لازمكم ان تابي سيليكون باسكو فوق البابي كويسون ما راحش تقدروا فوز علي ايتالي بلا كويير يعني تجيكم شويه صعيبه ماشي ما تقدروش مي تجيكم شويه صعيبه بوغ ايتالي اون رون باسكو درت بلو بال نخدم عليه درت ان رون اون فيت باش تفهموا باك نظريه ديروا ان رون بلا كويير ومن بعد نخليه في الفرن يطيب ومن بعد نخرجو سخون لازم وهي سخونه بالكم دوك تحرقوا يديكم وهي سخونه نحيو بلا سباتول هذاك لاباط هذيك واوتوماتيكمون يعني نحطوها داخل لو بول باش تدينا لا فورم باسكو لا فاتت بردت ما تقدروش تشكلوها كما حبيتو وتقدروا ديروا دي سيغار وشنو كون فو زيتالي لاباط تاعكم فو ليتالي اون ريكتون مستطيله باش من بعد تقدروا تروليوها وشنو يعني يستحسن انكم ديروا باغ دو ما ديروهمش كامل على مره باسكو شغل حيغلبكم الوقت وما تقدروش تواسو هاد لي تويل اوكي تقدروا بيان سور ديروهم دي تويل نورمال ديروا شويه مدوره هكا وتحطوهم فوق الحله يجوكم اون فورم ديكوريو بهم اون زعما ان فيغ هكا تاع لا كلاس وتحطوهم من فوق فوالا الو هكا نحط كميه دوك نديرها ونجيب التليفون باش تشوفوا كاسكو سا من بعد بلو دو تاع لا كويير ندور عليها فوالا فوالا ديروهاش خشينه بزاف لازم تجي رقيقه ولا عندكم فرن يشعل من فوق ومن تحت تقدروا تشعلوا او ميم طون فوق ومن تحت باش هكا يتحمر لكم دي دو كوتي دونك شوفوا حكمت لا كويير ندير اون كونتيتي وندور هكذا سي بصح قلت لكم لو تابي سيليكون سي ميو فوالا راح نحط في الفرن ولازم نعسو دونك ولا باسكو يقدر يتحرق لكم ونوجد لو بول جو غادي شيرشي لو بول ديالي ولا سباتو باش نقدر نرفد هذاك هاد لاتشو فوالا اختاروا ان بول يكون شويه ضيق كيما هكا هنا عندي اون سباتولا تقدروا ديروا موس يكون طويل فوالا دونك نخليو يطيب واحد 2 مينوت ابخي دونك ولا عندكم اسئله ولا جو اسيي دو ريبوند نولي شويه اون اريير الو حكوا لي اسكو كاين وصفات شفتوهم عندي في الصفحه تاعي عاودتوهم دونك ما نشوفكش بيا قربي لا كاميرا دونك جيساي دو نبعد ام سي بو باش تقدروا تشوفوا لونسومبل مي كي يكون حاجه ديتاي يعني ندير لو تليفون السلام عليكم الو اون غلاس او شوكولا نقدر ندير لكم نوتخ لايف بصح كاينه في لاشين يوتيوب تاعي زين الميدا تقدروا تلقاو لي زيبيزود تاع رمضان تاع العام اللي فات كنت درت اون غلاس شوكولا يسلمك ميرسي بوكو حموده شاهين
الوغ الطاجين تاع الفخار هذا لازم نسقسي ما ميغ باسكو ما نطيبش بالطاجين تاع الفخار دونك جو سي با لا فريز تقدري ديري فاكهه واحده اخرى برك لازم توجور تحطيها في الكونجيلاتور رمضان كريم الوغ المقادير الوصفه كامل واش شفتو دوكا غير خلاص يخلص لو لايف نقدر نحط لكم في لاباج ديالي وتقدروا تاني تتبعوني اوسي في انستغرام مول فندير دي ستوري تما اي تو لاباج تاني تاع ليكول تاعي سنه حلوه ايكول وانا نحط وصفات تو لي جور تيستي مون بابا الوغ كيفاش تاكلو بابا الوغ انا واش راني نطيب الوغ اونيتمون هاد رمضان اخترت اني ما نحطش بزاف واش راني نطيب انايا يعني في الميده ديالي يعني في الظروف الحاليه جيساي ديفيتي شويه يعني دو متر اكزاكتومون واش راني نطيب مي جينيرالمون لو دوزيام بلا بين تقليدي و دي فوا دي غراتان دي فوا فوالا سيتي لا تارت او سيترون كويت هادي بزاف بنينه بصحتك ميرسي سان في بليزير ولا غير ما تقدروش تصوروش عن الفرح كي نشوف واحد تعاود الوصفه تاعي ونجح فيها اي تو ميم ولا كاين انتقادات دي فوا نحب انا لي كيسيون باسكو بالك حاجه راحت لكم نقدر نمد لكم دي بيتي زاستوس رمضان كريم يسلمك إليتي تري بون الوغ درت اون غلاس انا قريب نكملوا لا فيديو هذه دونك ما تقدروا تعاودوا تشوفوها وي ماذا بيا ندير دي لايف اعطوني بوك الكوراج نتوما شويه سي لا بروميير فوا ندير ان لايف دونك جو في سي نبرمج روحي ما كاش مشكل تارت وشوكولا ان شاء الله وقلت لكم راني نوجد في اشياء جديده دي فيديو دي ريسيت راح يكونوا على ان سيت ويب ان شاء الله غير يوجد نحط لكم لو ليان في في لاباج هذه تاع زي الميدا Alors, l'adresse Instagram, c'est Besma Chef. Donc, c'est le site web qui fait une partie blog où il y a une wasafet, où il y a une partie premium. Les élèves qui ont fait la madrasa, où il y a une partie queen, qui est professionnelle, il y a une partie premium. Donc la partie premium, il faut faire un abonnement vraiment avec un prix très très intéressant, ma tahad choufo, un abonnement annuel où راح تكون ان شاء الله اول مدرسه تاع طبخ وحلويات تكون اون لين يعني عبر الانترنت هذا المشروع خدمنا عليه بزاف صافي دي موي دي موي يعني قبل ما يبدا لو كونفينمون هذا الحجر الصحي خدمنا عليه صرا فيه شويه غوتار باسكو فوالا الحاله اللي رانا فيها ماشي سهل نخدمو لي فيديو ونديرو كامل لو كونتوني ان شاء الله حيكون في هذا رمضان راح نلونسيوه ان شاء الله ما حاش يكون فيه كامل واش كنت حابه مي على بالي راح يعجبكم وراح يتطور وراح يكون فيه دو كونتوني وراح تشوفوا فيه بزاف مفاجات وكاين بزاف ناس انا نخدمو معاهم دي جون كونو في الميدان تاع الطبخ اللي راح يكونوا معنا في هذا السيت انترنت وراح تشوفوا ان شاء الله يعجبكم اه وي سي فري بزاف فكرتيني مازالش بيا عمي داك كريمي على لو فور يسلمك ميرسي لا لا جيزي با اوبليي راني نفيريفي كل دقيقة دونك مازال تحمروا شويه اوتور تشوفوا نديكم تشوفوا الفور فوالا شوفوا اه شو سي با ولا راح يبان اه نو ماشي يبان لكم ديزولي راه ان بو فلو اسوس بوغي سور لا مورينغ الوغ لا مورينغ كوكو تاتا الوغ خالتي من فرنسا الي لا الوغ لا مورينغ عندي فيديو اسمها بافلوفا لاشين يوتيوب زين ميدا ولا لاشين يوتيوب تاع سنه حلوه ايكول راح تلقاو اون مورينغ هايله مورينغ فرونسيز تقدروا تنجحوا فيها ان شاء الله حريره الوغ حريره ندير لكم الوصفه تاع ماما اليوم
طيب شي على البكري اليوم باش نكون اليز. Alors le CAP, oui, c'était prévu, nous devons faire de la période de Ramadan, mais malheureusement, voilà, on a les écoles marocaines benzoud. Donc là, on a comme des questions. Alors, en même temps, je vais. Alors, mais elle réchouilla, donc ça va être super rapide. Alors les macarons, est-ce qu'il y a l'émission de Tazine Meida, tu as la recette des macarons. Tu vas aimer tout, merci Selma, merci. C'est bon. نقلبها ونحطها داخل لو فيغ، وحاولوا كي تحطوها يعني تشكلوا لها هكا دي بتي زيكزاك هكذا، باسكو سا فا ايتر تري 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 رابيد تم تم تبرد لكم. انا بس شوفوا لكم فوالا، شوفوا كيفاش تحطوها. الفا بروند لا فورم اللي تمدوها لها. Ok. Donc c'est juste quelques secondes. Vas-y, vous mettez la tour là. Donc c'est vrai que c'était comme je suis à Wokta. Faut pas se mentir. Mais ça vaut la peine qu'il soit ici là où l'aide. شو هذيك الساعة الأخرانية شعر طويلة، دونك تقدرو ديروهم، أون بليس سي غابيد، وخاصة أنو كي قالكم بياض بيض وما عجبكمش واش ديرو به، تقدرو قلتلكم ديرو دي بوتي سيغار، ديروهم غيكتور ودبروها، وتخليوها فوالا، دون أون بواط، شوفو لي درنا هادوكا، فوالا، تحصلو على هاد الشكل. J'adore votre école. Et c'est le mec, merci. Alors, passe l'eau à la tête. Donc, à la coûte d'être, je tourne à la photo. Tu as la glace, je l'ai taffé au congélateur de taffé le bol quand j'ai pris la photo. Donc, je l'ai taffé à la coûte. Ou un vitamine. Une quantité de sur gel. Attends, un petit peu sur gélateur, mais je tue pour la texture. Donc la glace. بعد ما تخليوها 6 سوايع ابري 8 يعني يستحسن ديروها في الليل خليوها لو لوندوما وشنو خرجوها شويه على افونس باش تقدروا تحكموها بلا بلا كفيه باسكو تجي فريمون شاده روحها. الوغ الوغ لو طون ال فا سو اسمحوا لي encore
اون فوا بروبليم دو كونيكسيون كنا راني انايا الويفي ماشي يلحق بيا دونك فوالا حاولت تحطيت لا غلاس شويه في الكونجيلاتور اللي كنت وجدتها البارح باسكو خرجتها من بعد ابخي فوالا حطيت شويه في التمبيراتور باش تشوفوا معايا كيفاش جو بريزونتي لا غلاس في هذوك لي كوب اللي درتهم لي كوب دو غلاس دونك فوالا ولا بقى لي شويه وقت ولا عندكم دي بتيت كيستيون ندير لكم في هادو مع لي لايف بيان سور الوصفه اللي راكو حابينها ندير لي ماكسيموم قلت لكم كل يوم انا نحط لكم وصفات في لوكون تاعي زين ميدا في ليكول ديالي سنة حلوة ايكول كاينه تانيك لاباج شيف بسما كاين تانيك في انستغرام مي فوالا يعني ماشي طول الوقت اللي نقدر ندير دي لايف مي مادا بيا ولا عجبني الحال بزاف اليوم دونك جولي تيستي بوغ فوار كاسكو سا دون قولوا لي بالك واش راكم حابين الوصفات اللي نقدر عليهم نقدر نوريهمكم كاين بزاف اللي يسالوني على الطبخ ايتو دونك قلت لكم انا جو كويزي انا جو سوي بلوس باتيسري كو كوتي طياب وما دابيا كي ندير لكم حاجه يعني جو زابورت كلكو شوز ندير لكم حاجه اللي ما تعرفوهاش ولا حاجه زياده دونك في الطبخ نطيب حاجه تري تري كلاسيك وثاني كندير دي غراتا دونك جينيرالمون كيما البارح باغ اكزومبل درت المجبن طيبت ثاني كيسكو جي في انكور درت ان بلا غراتان بلون دو بولي غراتيني دو الفور بالسلق ولا كريم فاجور اللي درتها في الدار فوالا دونك جينيرالمون ندير دي بلا اسي كلاسيك فوالا alors les tartes donc البارح حطيت une recette de tarte à la fraise mais شاء الله ندير لكم ان لايف باسكو على بالي ماشي كيف كيف كيما تشوفي لا ريسيب مكتوبه كيما تشوفي اون طران دو فير malgré que تقدروا تروحوا toujours تشوفوا لا شين يوتيوب تاعي زين الميدا وين كاين كامل لي زيميسيون اللي درتهم العام اللي فات وين كاين دي تارت كاين دي كيش كاين دي ديسير سورتو لي زيبيزو تاع رمضان كاين الخبز دونك تقدروا تروحوا تشوفوهم اي سون ديسپونيبل في لا شين يوتيوب دونك قلت لكم بارابور للطياب جينيرالمون لو مينو توجور عندكم شوربه ولا حريره دونك ندير يوم شوربه يوم حريره لاكومبانيومون من داك ندير بوراك من داك بريك من داك ندير خبز محشي من داك ندير دي طارت بلاباط بلوتو لي سالي بلاباط فويتي كونسيرنون لو بلا سا ديبون مي جينيرالمون توجور ندير حاجه خفيفه فوالا الخبز بيان سور كل خطره وشنو اون ايفيت نشريوه برا دونك دي فوا تاع سميت دي فوا تاع فارينه دي فوا دوك نحط لكم ان لايف درتو شي ان لايف اون فيديو درتها في انستغرام تقدروا تروحوا تشوفوها في جي تي في تاع خبز بالفارينه يطيب في الفرن تقدروا تشوفوه فوالا الحمل حلو جينيرالمون فوالا اللي خيت نديروه يقعد كاش سمانه ولا فوالا يسلمك ميرسي امينه وتانيك ديزولي باسكو كاين بزاف يقولوا لي بعثنا لك دي ميساج في الكونت تاع زين ميدا ولا دي فوا جو ريبون دي فوا ما يبانوليش دي فوا يكونوا ترو نومبرو دونك وين سي سور وين جو بو ريبوندر كي يكونوا دي بوبليكاسيون هكايا تاع دي روسيت ولا تقدروا تما تطرحوا لي الاسئله تاعكم دونك جو فوا برك لا غلاس ولا شت تروحها les boules de glace donc c'était la crème que vous comme j'étais à l'barah درت quelques fraises حطيت في le gobelet هذا اللي درتو alors faut savoir بلي هذا يشرب l'humidité و يطرى rapidement donc حاولوا تزينوا لا غلاس تاعكم على dernière minute donc sinon on va درتها un peu rapidement mais كي تخدموا بعقلكم bien sûr دي شاب اخر donc voilà j'ai mis quelques fraises دونك تقدروا تاكلوا لا كريم كي تكملوا تزيدوا تاكلوا لو غوبلي بيان سور تقدروا تزينوا افيك لا كريم فريش دي زامون دي فيلي حاجه اللي حبيتوها دونك بارابور للطبخ جو سي نشوف لكم كالك ريسيت فوالا جيسبر كو عجبكم لو لايف تاع اليوم نيزيتي با تخلوا لي دي كومونتير وخلوا لي تاني واش راكم حابين ندير لكم كوم ريسيت صحفتكم على فرحتكم و ا تري تري بيانتو على خير